التقى ممثل سمو رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء بالجمهورية اللبنانية الشقيقة نجيب ميقاتي مساء يوم أمس في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى عاصمة دولة قطر الشقيقة للمشاركة في منتدى الدوحة الذي ستنطلق أعماله اليوم السبت. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تنميتها وتعزيزها بما يحقق المنفعة المشتركة، هذا بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وآخر التطورات التي تشهدها المنطقة. بسم الله الرحمن الرحيم، سعدت وتشرفت للغاية اليوم بلقاء مجددا مع دولة رئيس وزراء لبنان الأستاذ نجيب ميقاتي، وكان اللقاء صريح ومفعم بالأخوة والمحبة والمودة للبنان والشعب اللبناني الشقيق. نقلت إلى دولة الرئيس، أولا تحيات سيدي سمو الأمير وسيدي سمو ولي العهد حفظهم الله ورعاهما وتمنياتهما للبنان الشقيق وشعبه إن شاء الله المزيد من الأمن والاستقرار والأمان والازدهار. وكذلك نقلت له تحيات وترحيب الكويت بالبيان الذي أدلى به دولة الرئيس إثر الاتصال الذي عقده معي، وكذلك بيان مجلس الوزراء اللبناني الذي رحب بمبادرة الكويتية والأفكار التي نقلناها نيابة عن الأشقاء في دول مجلس التعاون وبعض الدول العربية والمجموعة الدولية في إطار لبناء الثقة مع لبنان مجددا. وكذلك نقلت كذلك الثناء والإشادة بالالتزام الذي يعني أدلاه دولة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي بالنسبة إلى التزام الحكومة اللبنانية بالورقة الكويتية، وكذلك بالنسبة إلى التزامات للبنان بالنسبة إلى قرارات الشرعية الدولية والتجاوب معها. كذلك كانت هناك في نقطتين هامتين، وهما المتعلقة بأن لا يكون لبنان منصة لأي عدوان لفظي أو فعلي، أو أن يخرج من لبنان أي أمر ممكن أن يعرض أمن المنطقة أو يقوض من أمن واستقرار المنطقة ومسؤولية الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية في هذا المجال، وكان محل تقدير كبير لدى الكويت وكذلك بالنسبة إلى دول مجلس التعاون وبالأخص المملكة العربية السعودية الشقيقة. فكلها أمور إن شاء الله ستفضي إن شاء الله مجددا لعلاقة إن شاء الله مستدامة مع لبنان ومع شعبه الشقيق، يعني أساسها الاحترام المتبادل وكافة الأمور المتعلقة من الأخوة ومن التعاون بين لبنان ومحيطه إن شاء الله العربي والإقليمي بما فيه يصب في خير وصالح وازدهار إن شاء الله لبنان والمنطقة.